الكرام بعد البريك عودة لهون وبس لليلة. ضيفنا بهيدي الفقرة المتظاهر اللي شارك بكل المظاهرات، قلنا انه مش زين العمر، جمال قاسم. جمال قاسم اهلا وسهلا فيك. اهلا بك يا اهلا وسهلا فيك جمال بلهون وبس. شاركت بكل مظاهرات الحراك المدني وصرت اشهر من نار على علم بكل وسائل بكل مواقع التواصل الاجتماعي، صرت كثير مشهور، كلهم صاروا يعرفوك. بس نقول جمال قاسم حتى هلا بالاستوديو كانوا عم يتصوروا معك، يعني صرت نعم. خلينا نشوف هيدا موضوع المشاركات كله بريبورتاج صغير، كل مشاركاتك بكل الحراك المدني نعم. خلينا نشوف محرر لبنان مين هو. يلا قسما بالله العظيم بالانجيل القران الشريف، نحن كنحن لبنانيين رح نضلنا لبنانيين. انا بده من شعب من رئيس جمهوريه، ما عندنا رئيس جمهوريه. انا عمري يا مبشر يا مبشر ارسال فرضنا فشلتي موجوده هون. مش انا ما بدي جنرال، لا 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 انا ماني عوني. يعني انت لن تطلع وزاره تبعهم؟ انا فكرت كل العالم هونيك بس لقيت كله اورانج وما بيهمني الاورانج هولي. الليمون تاعونهم يعني ضيعت طعمون الليمون يعني صراحه انا كنت شاغبان شوي وكل شيء وما بعرف البطني هيدا بالاورانج. يعني انت مع التيار الوطني الحر ولا مع طلعت ريحتكم؟ مع مين بالضبط؟ ما طلعت ريحتنا نحن، ويعملوا لنا حمامات ببليك على التيارات، ماني مجبور بول قدام محل العالم. كانوا بدهم يخطفوك امبارح؟ ايه بحال اذا ما لقيتوني اليوم، اما بكره، اما بعد بكره، اما اللي بعده، يعني انا اما ميت اما ما بعرف شو. كانت رئيس جمهورية، شو حتعمل للشعب اللبناني؟ حطهم بقلبي كلهم. وبتحقق لهم مطالبهم؟ اللي بدهم اياه. جمال شفنا الفيديو ومشاركاتك بكل التظاهرات، شو كنت اخذ؟ ولا شيء. ولا شيء؟ ولا بيني يعني وبينك لا صراحة لا صراحة يعني لأنه هيدا الصنف يعني عجبنا صراحة، ليش تكذب عليك؟ وكلنا بدنا منه يعني يا قلبك. شو هال اسم الله عليك يعني عن جد نحن عن بصراحة يعني كلنا على بالنا نكون محلك. لا انه نيال قلبك فيك تشارك بكل المظاهرات وفيك تحكي اللي بدك اياه. اكيد انا في شغله وحده، انا مش مع حدا، انا مع الشعب اللبناني ودم لبنان. الشعب هن دمي. كهن عم بيتعذبوا انا عم اتعذب. طب صراحه كنت شارب؟ كنت شربان؟ كيف؟ لا كنت قلت وقتها لا طيب لحظة لحظة لك شو بتقول انه كنت محشش كمان؟ لا 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 بس السؤال هو انت قلت انه وقتها انك نزلت على مظاهرة العونية ما عرفت كله في اورانج، انا كنت شربان شوي، انت قلت ما انا قلت مزبوط؟ مش انت قلت انه كنت شربان؟ كنت شربان شوي ولا كثير؟ بركي بالقنينة. شو بالقنينة؟ ما حششت بشي نواعين، اما بالسيجار اما بال مع الريحة كمان. طب هلأ شربان؟ لا هلأ مش شربان. طب ليك سؤال، ركزت كتير بمطالبك على الحمامات العامة؟ أكيد. ليه؟ هذا حقي، حق بلدي، عشان أنا ماني مجبور والعالم إذا أنا فرضنا أمشي على الطريق عمل وجبتي قدام بواب العالم أما بالطرقات وتطلع ريحتنا، يعني هي طلعت ريحتنا أول شيء. يعني انت قبل الحمامات العامه كنت عاملها وين ما كان؟ كيف؟ قبل الحمامات لا مطعم ما بيقعد بعملها انا، ما بعملها بالطرقات انا، وبعدين بدل ما يحطوا سريلانكي اما حبشي يحملوا كلبين على الطرقات يعملوها على الطرقات وانسان بيتزحط على الوسخون لا. طب سؤال جمال، مين بدك رئيس جمهورية؟ قلت أول شيء بدك ميشيل عون رئيس جمهورية، بعدين قلت ما بدك ميشيل عون رئيس جمهورية. أنا ما قلت إنه بدي ميشيل عون، قلت بدي كادي جيش يكون رئيس جمهورية. قائد جيش؟ كادي جيش جان قهوجي. أوكي. يعني أنت من الداعمين للعماد جان قهوجي ليكون رئيس جمهورية. كائد جيش، الجيش لبناني حماية إلنا كنحن لبنانيين. طب ليه نزلت على مظاهرة العونية بصراحة؟ ليه؟ كيف؟ ليه نزلت على مظاهرة العونية؟ لأن نزلت على ولادة العونية؟ ايه ليه نزلت؟ كنت محشش. طيب سؤال،
في صفحه على الفيسبوك عم بتطالب فيك لالك انت رئيس جمهوريه، شفتها؟ في ناس بدهم اياك لك رئيس جمهوريه. الي؟ ايه. شو بتعمل اذا طلعت رئيس جمهوريه غير بارتي؟ اذا بكون بيجي رئيس جمهوريه الشعب اللبناني كله على راسي. كيف يعني؟ فسر لي اكثر، شو بتعمل؟ شو بعمل؟ بعطي حريه كل الشعب اللبناني. اوكي. يعملوا اللي بدهم اياه. بدون قتل، بدون سرقه، بدون شيء. بعطيهم الحريه اللي بدهم اياه. بتشرع الحشيشه؟ كيف؟ بتشرعها للحشيشه؟ بمشيها كمان. طيب. ما هو الحشيش بلبنان هو الاجانب عم يجوا من اوروبا حتى يحششوا هون. ما هو احلى حشيش لبناني. طيب سؤال، ليه رجعت من افريقيا على لبنان؟ شو بتشتغل؟ انا صراحه انا خلقان بافريقيا وكبران بافريقيا و انا الوالد عنده معامل بلاستيك وكل شيء، صار عندي مشاكل عائلية ومشاكل مع الدولة كمان ايام ديزيري لورون كابيلا. اوكي. وين كنت؟ بالكونغو يعني عم تحكي؟ كونغو كينشاسا. كونغو كينشاسا. طيب ليه رجع بلبنان؟ شو عم تشتغل؟ ولا شيء. يشغلوا الاجانب ما يشغلونا نحن. عندك مشكلة بعمالة الاجانب؟ يا اخي ما عم بيشغلوا لبنان، عم بيشغلوا الاجانب. إذا بدك وظيفة هلا شو بتعرف تعمل؟ كيف؟ عن جد إذا هلا أنت قررت إنه بدك وظيفة شو بتعرف تعمل؟ أنا والله عم فكر مش وظيفة، عم فكر عمل نائب. هيك فرد مرة؟ فرد مرة. حتى أحمي الشعب لبنان. شعبي، دمي. طيب ليه؟ هيدا الأرض هو جسدي. هو الأحمر هو دمي، الأبيض هو الحرية. برافو عليك. صرت مشهور لدرجة جمال بيطلعوا عليك إشاعات، عم تسمع الإشاعات؟ مثل شو؟ في حدا قال إنك عم تشتغل أعمال غير شرعية، حدا كتب على فيسبوك، وفزا سمعت فيها. مثل شو يعني؟ إنه بس ما كتير بدي أحكي، بس في ناس عم بيقولوا إنك فتت بمجال يعني إنك بتدبر بنات وهيك. أنا؟ هيك رينا رينا. شو؟ أما هن بيدبروا لي بنات. مين بيدبر لك بنات؟ مين دبر لك؟ ما هن مثل ما سمعت انت انه انا عم دبر لهم بنات، ما هو عم بدبر لي بنات. ليك صرت من بعد ما صرت مشهور صرت تتعرف على بنات اكثر واكثر؟ انا اخر عمل بنات و شباب. انا اخر عمل شباب. انا هشام. هشام عفوا بكلمه، انا صراحه شبعنا بالبنات كله يعني. ايوه اضرب. ايوه ابو الجيب. طيب بكل فيديوهاتك جمال بتوجه تحيات، باخر الانترفيو لمين حابب توجه تحيه؟ بوجه تحيه اول شيء يا صاحبي بجميزي عنده السناك لارين فادي كرم ومعين سلطان. هيدي دعايه ومقتك. لا تحيه لهم، تحيه مع دعايه. ويا شباب كلها بجميزي، وتحيه كبيره كمان يا كادي الجيش لبناني، وتحيه كمان يا شعب لبناني. حلو. يا كل العالم لبنانيين. بعدك عم تنزل على الداون تاون؟ رح ينجح الحراك؟ بعدك مكفى؟ ما حتى التيكو جوا هونيك بالداون بال بال بالحوار مين ما حدا عم بيطلع. حتى التيكو ما حدا عم بيطلع من الحوار، عم بيعملوا الحوار. وين الحوار هيدا؟ اساس انه امبارح كان عندنا مظاهرات بالنعمه. اجلها شو اسمه؟ اكرم شيب؟ لا مش اكرم شيب، شو اسمه؟ جنبلاط. ايه وليد الفتى. وليد انت ما تعيط له، وليد جنبلاط. انا جاي من جميزي قد ما كنت بلات اعتقاد ياخذهم عنده يحطهم عنده هونيك، مثل ما فتح بالنعمه يحطهم كلهم هونيك عنده. فوتنا بالحيط جمال قاسم، اهلا وسهلا فيك. رح نروح كلنا اليوم. ها؟ ما طلعت راحتنا؟ طلعتنا. باند بيطلع له هيك دقه ليقدر هيدا. انا ما بشكرك جمال على مشاركتك وانترفيو معنا اليوم، هيك لذيذ وتسلينا معك، والله يخليك بهالهمه وتنجح بهدفك من خلال الحراك. جمال قاسم اهلا وسهلا فيك.